وعند الشريفة، متكية في بلاصتها وكتفكر في بزاف د الحوايج. سيف الدين اللي اعتقها من يحيى ودفاعه عليها النهار الأول ورجولته وتعامله، نهار شدها في الدروج وعينيه لحيتو عضلاته اللي بقاو مرسومين لها في بالها. ما كدبش النهار اللي قال فيه باللي نادية ولات كل لعنة في حياته، لا هو قادر يزيد القدام وينسى ولا يرجع باللور ويغيرش نطرة. ما فايقو من شروده غير تليفونه اللي صونا. قال له الجارد: سيدي لقيناها. قال سيف الدين: فين؟ قال ليه الجارد: في دار خوها نور الدين. سيف الدين زير على ايديه وقطع، وهو نوعا ما فهم شنو طرا، كيفاش خرجات من تما ووصلات عنده. ولكن مع ذلك خاصو يتاكد. جبد تليفونه وعيط لحمزه وقال: حمزه، بغيت شي واحد يطلع لدار الجبل ويجمع كاع البصمات ويصيفطهم للمختبر باش نعرف ديال من. حمزه كيهضر وهو مبوق بالنعاس. قال: ما كانش يمكن لك صاحبي تصبر حتى الغدا وتعيط. وهو يقول سيف الدين: لا، حيت غدا بغيت نعرف النتائج. تهلا. وفي مكان معزول كوخ صغير فيه بعض الاشخاص، قال الشخص الاول: لا، خلينا نرجعوا للور. وهو يقول الشخص الثاني: علاش؟ صافي، بغيتي دمها يمشي بلاش؟ جاوب الشخص الاول وهو متعصب: لا، امو اللي غدا تقتلو ولا غدا تكون سبب في موته، احنا غنلعبو غير من بعيد، في الاخير غتلقى راسها قتلات ولدها بايديها وهي ما عارفاش. قال الشخص الثاني: واش متاكد؟ قال له الشخص الاول: اكيد. وفي بيت الحاج والحاجه. قالت الحاجه: امتى غتهضر معاه؟ هو يقول لها الحاج: ما عرفتش، الا ما تزوجهاش غيحيدوه من الزعامه، وانتي عارفه شحال ضربت بجهدي باش ولدي يكون فيها. قالت الحاجه: اسمع الحاج، انا ولد واحد اللي عندي، وخاصك تعرف اي قرار خداه انا معاه، ولكن في هذا الزواج خاصنا نضغطوا عليه، الحياه قصيره وانا باغا نشوف حفايدي قبل ما يديموا الامانه امانته. وإلى بقينا كنتسناو ديك بنت المدينه تولد ليه، راه تما بقينا. الحاج بقى كيفكر وهو يقول: يحلها الله. وفي السبيطار شاف سيف الدين في كاس القهوه ولقاه ساهله وهو يغطي سحر وخرج برا ونزل الكافيتيريا، خدا واحد اخر وجبد كارو كيكني، غير كمل كارو وهزطم عليه وطلع نيشان عند السحر. يلا وصل للطابق وخرج من لاسانسور وهو يبان ليه شي واحد خارج من بيت سحر. يلا غادي يسد الباب، غوت سيف وقال: هيه هيه هيه، في البلاصه لاح سيف كاس القهوه ديالو ومشى كيجري تابع هذاك الشخص اللي كيجري حتى هو بجهده كامل. بقى تابعو كيجري حتى قرب يخرج وهما يشدوه ليكار ديال سيف الدين اللي كان حاط في البيبان كاملين تحسبا لبحال هادشي. انتر ليه بالجهد التام اللي في وجهه هو يتصدم. قال: ناصر؟ وهو يقول: ناصر. ما تفهمش غلط. سيف الدين عينيه ظلامه ودخل فيه براسه ومخليه طايح في الارض وقال: هزوه حتى نسالي. انطق بهاد الكلام وطلع كيزرف في خطاويه باغي غير وقتاش يوصل عندها. وكيوصل حل الباب ومشى جهتها شاف باللي هي مازال ناعسه وكل شي هو هذاك، وهو يجلس حداها وبدا كيدوز ايديه على شعرها حاس بالعيا ولكن حابس راسو باش ما يغفاش. وفعلا بقى الليله كامله عينيه محلولين حتى صبح الحال. فاقت صباح سحر وكيحلات عينيها لقات سيف شاد ليها في ايدها وكيشوف فيها. قال: صباح الخير. سحر كتشوف فيه حتى هي وقالت: صباح النور، اشنو طرا؟ سيف الدين قال: ملي جيت سخفتي وجبتك لهنا. قالت له سحر: خالتي والمهدي. سيف الدين زهير ايديه ملي جبداته وقال: احتال من بعد وغدا تشوفيهم. وهما كيهضروا حتى دخلت الطبيبه المسؤوله على حالتها، فحصاتها وسمحت ليها تخرج. وداك الشي اللي كان عاونها سيف تلبس حوايجها وخرجها، مشى لقاهم موجدين ليه الطوموبيل، حل ليها الباب حتى ركبات
ومشى هو من الجهة الأخرى، والوجهة كانت لقصة وعند الشريفة. كي حلات عينيها دوشات ولبسات جين كحل وتوميز كحلة قصيرة، وهو يقول نور الدين وهو كيستهزأ. ها حيتي الأبيض، جاوبته الشريفة. ما كانش يستاهل اللبس عليه، وكنا أصلا واقفين على الطلاق. هانا مشيت خرجت والوجهة حتى هي لقصة. في الطريق كان سيف الدين غادي سايق، نزل ومشى عندها حليها الباب وشدها ومدخلها حتى كيشوفوا تاكسي وقف حداهم. نزلت شريفة وهي عينيها على سيف حتى قربت لهم وهي تقول سيف. سيف الدين طلعها ونزلها وقال عندي معاك شي هدرة. انطق بهذا الشي وزاد بصحر اللي غي فاتو شريفة شوية وهي تحلي راسها عنده وقالت كيفاش خرجت داك النهار؟ ملي خرجوني انا ما لقاوهاش. قال ليها ما عرفتش، طلعي لبيتك. وهي تقول له صحر وانت؟ قال طلعي. شافت فيه صحر ما فاهمه والو، يلا كان كيهضر عادي مالو تسير. وفي الاخر طلعات وهي كتدور في راسها وشافته حتى مشى عند شريفه وطلب منها تبعو. ساره كانت جالسه في بيتها كتقلب في الباسي على شي خدمه، عيات من الجلوس في الدار حتى دخلت عليها صحر. ساره غير شافتها ونادت عنقاتها، قالت كنت باغا نجي عندك ولكن قالوا لي غدا تخرجي. قالت صحر وليت مزيان وما كاين لاش نبقى. قالت ليها ساره توحشتك توحشتك وتوحشت هدرتنا. جاوبتها صحر حتى دابا هنا جيت. ودورت عينيها لجهة الباسي وهي تقول شنو كديري؟ قالت كنقلب على خدمة. مليت الجلاس في الدار. سحر حركات عنقها وهي تقول أو سيف زعما يبغي؟ قالت سارة ما عرفتش وعينيها غرغرو غنحاول. وحتى انتي حاولي عافاك. سحر جاوبتها من وعدك بوالو، راكي عارف أخوك ولكن غدا نحاول. وفي الصالة قال سيف الدين قدامه شريفة وقال شكون خرجك داك النهار؟ شريفة كتشوف عينيه وقالت ما عرفتش، فقط لقيت راسي عند شي ناس ووريتهم دار خويا وداوني عنده. سيف الدين هز راسه وشاف عينيها حتى هو نيشان وهي تنزل راسها وقال اوكي حيدتي الابيض. قالت له راك عارف كنا واقفين على الطلاق. وقاطعها سيف الدين وقال وشنو طلقته؟ باقة على دمته ملي مات، إذن راكي أرملة ماشي مطلقة وخاصكي تلبسيه. قالت سيف أنا. قاطعها وقال أنا ما كان حاسبكش حيت ما عندي حتى شي حق عليك، ولكن إلا كان عندك عادي أنا وحمزة دوزي قدامنا بهذا اللبس فهاديك حاجة أخرى عندها علاقة باحترامك انتي لراسك. شريفة نزلت راسها وهي كتفرك ايديها، وهو شاف فيها وناد طالع البيت حتى عيطوا ليه الكارت في التليفون وقال ليهم هنا جاي. ركب سيف طوموبيلته ومشى لبلاصة المشروع الجديد اللي كيدير فيه. قال ليه الكارت سيدي هاد السيد كان كيقلب عليك وجا لهنا باش يهضر معاه. قال له سيف تفضل. وهو يقول ليه الراجل آخر مرة كنت حدا دار الجبل ديالكم وشفت واحد المرأة يمكن كتجيكم، تبعتها حتى شفتها فين دخلات. قال له سيف علاش تبعتيها؟ قال ليه الراجل حيت كانت واقفة وهازة حجرة وكتضرب راسها وكتقطع حوايجها. سيف الدين بقى كيشوف شحال بحال لا كيتفكر وحط ايدو فوق كتف الراجل وقال له شكرا هاد الشي ما نبغي حتى شي واحد يعرفه. قال ليه الراجل على الراس والعين سيدي. دار سيف على المشروع وشاف كل شي وهو هكاك حتى عيط ليه حمزة وقال له خاصني نهضر معاك ضروري. وركب سيف طوموبيلته ومرة مرة كيوقف ما كيحش براسه هو هذاك. وصل عند حمزة القهوة اللي قال ليه. حمزة كان جالس حتى كيبان له سيف جا وجلس قدامه وهو يقول له مالك كتبان عيان؟ قال ليه سيف الدين لا شنو اللي كنت باغي؟ قال له حمزة خرجوا النتائج. ابتسم سيف الدين وقال كمل. حمزة نزل رأسه وقال نور الدين هو مولاها سيف الدين. سيف هز سوارة الطوموبيل وناد في البلاصة
وهو يتبعو حمزة وشدو. قال له من بعد سيف. قال سيف الدين اطلاق باش ما نغلطش فيك حمزة. قال لي حمزة عندي ليك خبار اخرى. وهو يقول سيف الدين انطق كل شي في خطرة. قال لي ناويين يزوجوك بشريفة واللي غيحيدوك من الزعامة. وفي القصر سحر قالت ما كملتيش ليا داك النهار سارة. سارة قالت فين بقيت ليك. يالله بغت تجاوب سحر وهي تحل عليهم شريفة الباب وقالت سمحوا ليا قاطعتكم يحساب لي كاينة غير سارة بوحدها. سارة ابتسمت وقالت دخلي. سحر بقات كتطلع فيها وتنزل وهي تقول يا اختي الوقت ولا كيدوز بلا ما نحسو بيه كملتي العدة. قالت ليها شريفة لا انا. قطعتها سحر وقالت ما عليناش. دورات وجهها جهة سارة وقالت قولي لي الماكلة اللي كتعجب سيف نطيبها لي. سارة ابتسمت وقالت كتعجب الرفيسة اختي. وهي تقول شريفة واش بالصح الناس غيتجمعوا عندكم اليوم. قالت ليها سارة يمكن علاش. شريفة شافت في سحر بنص عين وقالت حيت خاصني نهضر مع سيف قبل. سحر دارت ودنيكا وخدات الطابلات سارة كتنبش فيه وشريفة شافتها معطاتهاش وقت وحتى سارة سكتات وهي تستأذن منهم وخرجات. سحر قالت الحجرة تدوب والسلقوطة ما تدوب. وهي تقول سارة علاش واش كدور بسيف. قالت لها سحر غير خليها غتبقى الدور الدور حتى نجيبها دايرة حتى أنا. سارة ابتسمت وقالت إلا كان غير على سيف ما تخافي والو ما يعطيهاش وقت. وهي تقول سحر أنا اللي غنعطيها وقت أصلا ما عندي ما يدار وجاب لي ربي فاش نتلاها. ناضت سحر باش يالله تنزل توجد داكشي اللي بغات حيت بدا الظلام كيطيح شوية. ادخل حمزة وسيف اللي كيمشي جهة الدروج شافها واقفة في الكوزينة وكتحاول تمد ايديها لفوق جبد شي حاجة حتى تمدات شي ايد موراها وجبداتهم ليها. يلاه بغى الدور هو يشدها من كرشها وظهرها لاصق عليه وقال طلعي لبيتك وما تنزليش منه. قالت له لا بغيت نطيب. وهو يقول سمعي الهضرة وطلعي. قالت علاش. وهو يقول لها سيف غيجيو الرجال دابا وغادا تبقاي محبوسة في الكوزينة اللهم طلعي لبيتك. قالت واخا. وبدات غادة وهو موراها وشريفة كانت نازلة وهي تقول سيف انا باغا نهضر معاك. سيف الدين هز ايديه وقال من بعد. رسمات سحر ابتسامة وشدات لسيف ايديه وحتى هو زيرها عنده وطلع الفوق غير دخلوا البيت وهو يدخل يدوش وبدل حوايجه رش ريحته ولبس خاتمو الزواج وبقى كيشوف فيه مطولا. دار شاف سحر اللي كانت بدورها كتشوف فيه وكتحاول تفهم شي حاجة من عينيه ما طولش فيها الشوفة ونزل. وكانوا الناس بداو كيشيو وحمزة حتى هو جا وجلس. ادخل عليهم سيف الدين وجلس وبداو كيهضروا على المنطقة حتى جبد واحد فيهم الهضرة على زواج الشريفة. وفي البيت عند سحر كانت جالسة حتى دخلت عليها رقية وهي تقول لا لا غيزوجو سي سيف بلالة الشريفة. سحر قالت كيفاش. وهي تقول سارة عندها الصح. لاحت سحر فوق منها كف فوق كتافها وخرجت ولقات شريفة والحاجة كيطلوا وصار حتى هي اللي سبقات سحر. قال واحد الشخص يا إما غادي تزوج بها يا ما يمكنش تكون قايدة علينا. سيف الدين بعد ما كان جالس كيسمع ببرود وقف وقفة رجولية وابتسم أنا موافق. وشاف في حمزة وابتسم وحتى سيف حضر راسه وابتسم. سحر غير سمعاته الدموع تحجروا ليها في عينيها شافت فيه وحتى هو كيهز راسه شافها وغير جات عينيهم بعضياتهم ودارت فيه نظرة انكسار ومشات لبيتها ما بغاتش الأم ديال سيف ولا شريفة يشوفوا دمعتها ولا ضعفها وانكسارها. دخلت لبيتها وهي تنهار مورا الباب بالبكاء حتى شبعت وناضت حيدات خاتم زواجها وبدات كتجمع في حوايجها. الحاجة قالت مبروك عليك بنتي. شريفة ابتسمت وقلبها كيضرب وقالت الله يبارك فيك خالتي. أما لتحت قال هذاك الشخص مبروك ولدي. جاوبوا سيف الدين مبروك علاش. قال ليه الشخص الثاني
الزواج. سيف الدين ابتسم وقال: موافق نحيد من الزعامة، موافق ما نكونش القايد عليكم، أما الزواج أنا بمراتي وما غنجيبش عليها واحدة أخرى، أما شريفة فهي تحت مسؤوليتي وحمايتي حتى يجيها نصيبها. خلاهم كلهم كيشوفوا في بعضياتهم وكيتوشوشوا بيناتهم. قال له الشخص الثالث: فكر مزيانة ولدي، احنا غدا إن شاء الله غنرجعوا. جاوبوا سيف الدين بصرامة: بغيتوا تجي ونضيفكم مرحبا، احنا ما كنردوا حد، ولكن قراري النهائي هو هذا. قال ليه الشخص الرابع: فكرتي مزيان. قال له الشخص الرابع: فكرتي مزيان، عادي عندك تضحي بالقيادة والناس المنطقة. سيف الدين جاوبه وقال له: اسمعني مزيان، هاد الهضرة ليكم كاملين، انتوما اللي ضحيتوا بالقيادة من اللي قررتوا تحطوني بين جوج حوايج وتشدوني من الايد اللي ضراني، ولكن اللي ما عارفينوش انا الايد اللي تجيب لي البلا كنقطعها من الجدر، وما عمر شي حد يحاول يلعب معايا. اللعب تختار يا دير هادي يا نحيدو ليك هادي، ما خلاقش اللي يحطني امام الامر الواقع واللي يحدد لي مصير حياتي، ولو يكونوا والديا. بغى الوالد ديالو يهضر وقاطعوه قال: سمحوا لي غادي نطلع نشوف مراتي. شريفة بقات كتشوف بلا ما تتحرك، حتى بدات كتزعزعها الام ديال سيف، قالت: ما يبقاش فيك الحالة بنتي، دابا يتراجع. وهي تقول: ان شاء الله. نطقات بهذا الشيء ومشات لبيتها وسدات عليها الباب وجلسات كتفكر. وسيف الدين طلع لعند زحر ولقاها كتطوي في حوايجها وتحطهم في الباليزة. قال: غنمشيو لشي بلاصة؟ جاوبته سحر وهي ما كتشوفش فيه: غنمشي في حالي. قال: وفين بالسلامة؟ قالت له: طلقني. ابتسم وقال: اشنو؟ قالت له: كيف ما سمعتي، طلقني. دورها من ايدها بالجهد وقال: ملي تبغي تهضري مع راجلك هنا فين تشوفي. وشارب ايديه جهة عينيه، شافت فيه وعينيها حامرين بالدموع وقالت: طلقني. قال ليها: علاش؟ انفجرت سحر كتغوت: طلقني، واش ما كتفهمش؟ واش باغي تزوج عليا وكتسولني؟ علاش؟ سيف الدين اصلا كان معصب وزادت عصباته، ما حس براسو حتى صرفقها بالضهرت ايديه حتى طاحت الارض، وعاود هزها مكاليها مع الحيط وقال: سمعيني مزيان، طلاق ما كاينش، انساي وبمرة، وآخر مرة غنقول ليك بقاي في بيتك، هي بقاي في بيتك. ملي سمعتي كنتي تبقاي حتى تسمعي الكمالة، حوايجك دابا يرجعوا لبلاصتهم، غير نطق بهاد الكلام وهو يطلقها. بقات كتنخصص وكتقاد في شعرها اللي خسروا ليها. شاف فيها سيف الدين ونزل تحت وهو يقول الشخص الأول: الصراحة اللهم هو ولا واحد آخر اللي يخلق لنا مشاكل. قال الشخص الثاني: بالصح، على الأقل هو بهيبته والناس كيحترموه. قال الشخص الثالث: الحاج، ولدك غادي يبقى في القيادة. ابتسم الحاج وكان سيف الدين نازل غادي حتى عيطوا ليه، وهو يقول ليه واحد الشخص: ولدي احنا تراجعنا وغادي تبقى كيف ما انت. وهو يقول سيف الدين: ولكن انا ما تراجعتش، ماشي لعبة تحيدوني وتردوني كيف ما بغيتو، اللي واقف قدامكم راه راجل، كان عليكم تفكروا قبل ما تجي وتعطوني الخيارات. قال هاد الكلام وزاد وغير وصل حدا الباب والدنيا دارت بيه وما بقاش قادر يتنفس، وحاول ما امكن يشد في الحيط ولكن قوته خارت وطاح للأرض فاقد الوعي. وشريفة اللي كانت كتقلب عليه باش تهضر معاه شافتو هي تغوت، وعلى إثر غواتها خرجوا الرجال كاملين من الصالون، وسحر اللي سمعت حتى هي الغوتة خرجات كتجري وقلبها كيضرب. مشى حمزة كيجري هو وليكارد اللي كانوا حدا الباب هزوه. قال حمزة: عيطوا على الطبيب. سحر نزلت كتجري ومشات جلسات فين كانوا حاطين، كتدوز إيدها على حنكو وكتعيط بسميته وكتقول: سيف سيف ما تخلعنيش، عافاك نوض. قال حمزة: هزوه معايا. جاو الجارد وهزوه وطلعوه لبيته وخرجوا
مخلين حمزة كيهضر مع الحاج والحاجة اللي كتبكي فوق راسو. هي وسارة، أما شريفة بقات غير واقفة وكتشوف. سحر مشات جلسات جنبه وبدات كدوس يدها على شعره. ما كاملاش ثواني وكان الطبيب داخل عندهم، خرجهم كاملين باش يفحصوا. سارة كتبكي وكتقول عمري ما شفت خويا في هاد الحالة. قالت سحر مالو ما فهمتش، كان صحيح في صحيح. أما الحاجة دورات عينيها جهة سحر بحقد وهي تقول انتي سباب وانتي، سمعتكم كتغوتو من اللي طلع عندك. سحر دورات وجهها ونزلات ولتحت بلا ما تنطق اللي فيها كافيها. زواج سيف من جهة ومو من جهة أخرى. وفي الكوزينة قالت رقية لا لا بغيتي شي حاجة؟ جاوبتها سحر بغيت نمشي في حالي. وهي تقولها رقية علاش لالا؟ قالت لها سحر كيفاش علاش؟ نتسنى حتى يتزوج ونحضر ليه. ابتسمت رقية وقالت سيدي ما غاديش يتزوج. وهي تقول سحر سمعته بودني من اللي قال ليهم راه موافق. قالت رقية لا 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 سيدي راه وافق يخلي القيادة وما يتزوج. بدات رقية كتعاود لسحر شنو سمعت وشنو قال سيف بالتدقيق للناس كاملين. وهي تقول سحر سمحي لي غدا نمشي نشوف راشدي. يلا تهلاي. طلعت سحر كتجري ولقات الطبيب يلا خرج من عنده ومشى عند الحاج وحمزة والناس اللي كانوا اللي باقين كيتسناو يشوفوا وضع سيف كي ولا. دخلت سحر البيت ولقات مو شريفة وكل وحدة جالسة حداه من جهة. وهي تقول سحر شريفة سمحي لي نعذبناك معانا تقدري تمشي ترتاحي. شافت شريفة في سحر والأم ديال سيف وهي تنوض قالت الله يشافيه. ومشات سحر حداه تخشات فيه حتى حشمات الأم ديال سيف وخنزرات فيها وناضت. وهي تقول سهرة نخليك ترتاحي إلى فاق عارفة كي قوليها ليا. قالت سحر واخا كلمي ليا معك حمزة عافاكي. قالت ليها سارة واخا. وبكات سحر جالسة وحاطة راس سيف فوق صدرها وكتلعب ليه في شعر بإيدها حتى دخل حمزة. قالت حمزة اشنو قال الطبيب؟ قال ليها الإرهاق والتعب، نزل ليه الطونسيون وما واكلش النهار كامل، وفي الكلينيك بقى فايق الليل كامل حتى لدابا، خاصو يعطي الراحة لراسو. جاوبته سحر اوكي شكرا حمزة. بدا خارج حمزة وهو يدور وجهه شاف فيها وقال تهلاي فيه ما غتلقايش راجل بحاله. ابتسمت سحر وقالت ما تحتاجش توصيني غنحطه في عينيا. غير خرج حمزة وبقات سحر مع نقاسيف وكتلعب له في شعره وكتأمل تفاصيل وجهه. بقات هكاك معاه حتى بدات كتغفى حتى هي. وفي بيت شريفة قال نور الدين قبل يتزوج بيك؟ قالت له شريفة لا ما قبلش. وهو يقول نور الدين هو اللي قتل ليك راجلك وخلاك بلا راجل اللي يحميك وديري حتى انتي عائلة. قالت له شريفة هاد الهضرة انا عارفها ولكن ماشي وقتها وانت دعي الله ما يعرفكش شنو درتي باش ما نبقاش بلا اخ. خاصني نقطع يلا سلامة. وبهذا الشيء كملت مكالمتها مع أخوها وجلسات كتفكر واش دغيا نسات يحيى أو بالأحرى واش كانت كتبغي يحيى. أسئلة بزاف كان خاصها تفكر فيها. وصبح الحال سيف وسحر في نفس الوضعية ناعس فوق من صدرها بدا كيحل عينيه بشوية حتى شاف راسو متكي فوق صدرها. الشي اللي جاه في شكل هو عاقل باللي دابزو البارح اشنو ترى من بعد ما نعرف. سحر غير حرك راسو وهي تفيق كتقيس له في وجهه قالت له لا مالك كتضرك شي حاجة؟ قال لا شنو وقع؟ قالت له والو بقيتي بلا نعاس وبلا ماكلة وانت تفقد الوعي. سيف الدين بقى كيحاول يتفكر ولكن والو. قال ما بقيتش عاقل. قال لي سيف الدين ما بقيتيش باغا تمشي؟ قربت ليه وبسته في فمه وقالت ما نقدرش نخلي راجلي
ابتسم وقال: من إيمتى هاد الشي؟ قالت: من دابا. ما حسيت براسها حتى الزحام على الناموسية. قال ليها مرة أخرى قبل ما تجبدي الطلاق: فكري في العواقب. سحر بالألم اللي كانت حاسة به، ما قدراتش تهدر، حدها زيرات على المخدة وهي كتنخصص بالك. أما هو بقى حتى كمل شنو بدا. وسارة كيف فاقت حسات مغص في كرشها رهيب، تحركات من بلاصتها وهي تشوف بقع ديال الدم في الفراش، وبدات كتبكي وتغوت بصوت ضعيف خايفة شي واحد يسمعها. حتى كيسمع السيف دقان خفيف اللي عصبه، ناض البستروال وصاخت. غير حل الباب وهو يلقى سارة، قالت بصوت ضعيف: اديني الكلينيك. غير كملات هدرتها وطاحت لي في ايديه فاقدة الوعي. شدها السيف قبل ما تطيح ودخلها لداخل. سحر غير شافتها طرطقات عينيها. مشى سيف حل سحر ايديها، هزها دغية وخرج بها كيجري قدام الحاجة اللي غير شافتها وبغات تبعه. ولكن هو قبل ما يدخل سارة للطوموبيل وصلي جارد ما يخليه حتى شي حد يخرج، ومنهم الحاجة. شوية وكان قدام الكلينيك. سحر بالألم اللي كانت كتحس به ما قدراتش توقف، بقات شحال وهي متكية، حتى بدات كتحس براسها شوية حسن. ناضت بشوية عليها ودخلت للدوش، دوشات وخرجات ونشفات شعرها ولبسات عليها، غير سالات ومشات كتدق على حمزة اللي كان عاد فايق. قالت: حمزة اديني الكلينيك. قال: علاش؟ فينا هو سيف؟ طرات شي حاجة ليه؟ قالت: لا، سارة اللي سخفات وداها. قال: أنا غادي نلبس عليا ونمشي. سحر عاد انتبهت ليه باللي عريان من الفوق ولابس غير السروال، دورات وجهها وقالت: أنا في بيتي، ملي تسالي دق عليا. قال: واخا. وفي التحت الأم ديال سيف باغا تخرج والجارد حابسينها. قال لها الجارد: سمحي لي الحاجة، ما يمكنش. وهما هكاك حتى نزلت سحر وحمزة واللي لقاو نفس المصير. دار حمزة كيهضر مع سيف الدين في التليفون وكيقول الجارد حيدو. الجارد فهمو باللي حمزة خد الموافقة من عند سيف الدين وخلاوه يخرج. حمزة قال سحر يلا، ودار عند الحاجة وقال: الحاجة سمحي لي، سيف رفض أنك يجي. قالت له بالغوات: واش أنا مها وما نمشيش وهادي؟ وشيرات لجهة سحر: وهادي تمشي. قال لها حمزة: الحاجة بردي، راه ما بغاكش تخلعي. خنزرات الحاجة وجبدات تليفونها كتعيط. أما حمزة وسحر خرجوا ومشاو للكلينيك في القصر، في بيت من البيوت الفوقانيين جالسة لطيفة ما كتخرج، وفين ما جات عندها سحر كتردها حال لا كتعاقبها حيت فضلات سيف. احتاجها اتصال من واحد الشخص وقال لها باللي المهدي رافق. وفي الكلينيك واقف سيف متكي على الحائط كيتسناهم يخرجوا. احتى دخل حمزة وسحر اللي كتمشي غير بالشوية. سيف شافهم وهو يتعصب، قال: كيفاش جيتو انا؟ قاطعو حمزة وقال: صافي يا صاحبي، راه درت راسي كنهضر معاك وكذبت على الجارد. سيف الدين دور وجهه ناحية سحر وقال: واش حاسة براسك مزيان؟ قالت له: اه، واتكات على كتفه. وحتى هو حاوطها من خسرها بقوة. قال له حمزة: ما كاين حتى شي اخبار. سيف الدين قال: مازال. وهما كيهضروا حتى خرجات عندهم الطبيبة وهي تقول: مسيو سيف، درنا اللي علينا ولكن الجنين مات، حالتها النفسية متوترة وعوامل أخرى كاينين. قال سيف الدين: هي بخير؟ قالت له: أها، ولكن راها في حالة صدمة. قالت سحر: نقدروا نشوفوها؟ قالت الدكتورة: ماشي دابا. عطينها مسكنات للألم ونعسات. وهو يقول سيف الدين: حمزة سير للقصر ولقاليهم شي كذبة، وباش ما كان ما تخليهمش يجي. قال له حمزة: صافي على حسابي. سحر غدا تمشي معايا؟ قال ليه سيف الدين: لا. مشى حمزة وسيف الدين طلع سحر ونزلها.
وهو يغرس يديه في خصرها حتى تأوهات بألم. قالت سيف راه كلينيك هذا. قال ومن اللي عارفاه كلينيك؟ علاش جايب هاد الحالة؟ أنا في الدار وما كان خليكش تلبسي هكا. خنزرت فيه وقالت حيت زيادتكم فرحتوني الصباح وما قديتش نلبس. سيف الدين جاتو الضحكة وحبسها وقال آخر مرة تجي مع حمزة وخا ما نعرف شنو يطرى. قالت آويلي من نيتك راه صاحبك زعما. قال سيف الدين وخا يكون خويا. سحر كتحاول تفك من إيديه وقالت سيف عافاك الهضرة ماشي دابا. قال زيدي قدامي. قالت فين؟ سيف الدين خنزر فيها وهي تسكت. غير خرجوا وركبوا في الطوموبيل، ما وقفوا إلا قدام بوتيك ديال الحوايج التقليديين، وغير رجحوا للكلينيك وهي تقشع سحر نور الدين. أما سيف كان حاني راسو على التليفون، عرفات مصير نور الدين، شداتو في إيدو بالجهد وكتنفس. سيف الدين في البلاصة خش التليفون في جيبو شدها، كيقول لها مالكي، باش كتحسي؟ قالت ما عرفتش، فيا الدوخة، خرجني برا، بغيت نتنفس. سارة كانت متكية يلا حلات عينيها المدمعين حتى دخل عليها نور الدين والغضب مالي عينيه. قال قتلتيه؟ بقات سارة كتشوف في الفراغ. قال لها طيقيني غادة تخلصي هادشي غالي. ورمانيها هذاك الكلام وخرج كيتسلت. سحر قالت لسيف صافي أنا وليت مزيان. وسيف الدين قال غادي نعيط على الغارد يجيو يديوك. قالت له لا لا انا مزيان دابا. شدات لي في ايدي وشاف فيها مطولا وزادوا غير وصلوا قدام بيت ساره وقف وهو رافض يدخل. اما هي في البلاصه درمات. ساره غير شافت سحر ودموعها نزلوا شلاها. قربت ليها وجرات كرسي حداها وشدات ليها في ايدها وقالت ربي بغاه انتي مازال صغيره ان شاء الله باقي ربي رزقك وليدات وهاد المره مع الراجل اللي كتبغي. ساره دموعها نازلين وقالت ربي كيعذبني في الدنيا قبل الاخره على ما درت ولكن انا ندمت والله سحر ندمت. قالت سحر ساره ما تقوليش هكا الله غفور رحيم يكفي انك عرفتي غلطك وغادا تتوبي عليه ارتاحي دابا. سارة حضرت راسها وهزات ايديها كتمسح دموعها وبقات سحر جالسة معاها. وفي المكتب ديال الطبيب سيف الدين كيقول بصرامة هاد الملف نبغيه يغبر وهاد الشي ما يعرف بيه حتى شي واحد. جاوبو الدكتور كون هانية مسيو سيف. ناد سيف وخرج وتلاقى مع سحر خارجة من عند سارة. قال ليها كي بقات؟ قالت سحر نفسيتها محطمة سيف من الأحسن. قطعها سيف وقال لا. سحر قالت غير اسمع ليا. قال سحر وسكتت. سحر ما بغاتش تزيد تحكم. سيف الدين شدها من إيدها وغادي جارها وهي تغوت حتى دار عندها بشوية كانت قصح من اللي كانت مشى بالزربة. سيف الدين ابتسم وهزها وهي كتركب. قالت له حطني الناس كيشوفوا. قال رصاي وفي القصر. قالت شريفة بردي الحاجة ها هما جايين خيكونوا دابا في الطريق. وهو يقول الحاج ديك بنتك من نهار جاتو أنا حاس بشي حاجة ماشي حتى لتما. حاجة بدات كتبكي وقالت الله يا ربي على بنتي الله. الحاج يالله بغي يجاوبها وهو يتحل الباب وسيف وصحر داخلي. الحاجة غير شافته ناضت كتجري عنده. قالت سيف الله يا وليدي حرام عليك خليتيني هكا. سيف الدين بس لها راسها وقال الحاجة ما كاين والو را سحر غدا تشرح ليك. قربت سحر لودن الحاجة وقالت الدورة الشهرية جاتها مجهدة وصافي هادشي اللي كاين. قال الحاج اش كاين ولدي؟ قال له سيف الدين والو الحاج داكشي ديال العيالات دابا راها مزيانة. وهي تقول شريفة سيف ممكن ديني نشوفها؟ قال دابا تجي وتشبعي فيها شوفان. مشاو للصالون جلسوا كاملين
أما سحر طلعت وطلعت على خالتها ولقاتها ناعسة وهي تنزل. نزلات ومشات جلسات حدا سيف اللي جرها من خسرها وعنقها. حناكها ولو حمرين. أما الحاجة نفخات ومشات الكوزينة تشوف العشاء واش وجد ولا مازال. قالت الحاجة ساحرة ليه، أنا متأكدة ساحرة ليه. وهي تقول لها شريفة لا واه الحاجة. قالت شوف يا بنتي أنا كبيرة وعارفة ولدي مسحور ما فيهاش الشك. قالت لها شريفة طبيبة وتسحر. وهي تقول الحاجة أبقت في طبيبة، ندمت على النهار اللي جبتها لداري، أنا اللي دخلتها وأنا اللي غدا نخرجها. شريفة بقات ساكتة وبقات كتفكر. وهي تقول الحاجة خاصكي تزوجي بسيف. جاوبتها شريفة راكي شفتيها الحاجة رفاض. قالت لها الحاجة قلبي معايا على شي حل. وهي تقول شريفة صافي خليها عليا. سولاتها الحاجة شنو غدا دير. قالت لها ما عرفتش عاد غدا نفكر. أبقات شحال وهي جبت تليفونها. قالت ألو بغيت نهضر مع فوزية. آه أوكي قولي ليها غدا غدا نجي عندها ضروري. وفي الغابة المرأة قالت ها هو بدا كيفاق. قالت المرأة ولدي واش شوية عارف راسك شكون. حل الشخص عينيه كيشوف وكيدورهم ببطء وهو يقول فين فين أنا. قالت له المرأة راه فين كاين. قالت له المرأة عاقل على سميتك. ابقى كيحاول يتفكر وهو يقول خاصني نمشي. قالت له لا واه ولدي يلا طلع الصباح وانت صحتك ما كتسمحش ليك تمشي خاصك لقليلة 3 أيام. قال ولكن قاطعوا الصياد وقال له ضيافة النبي ومن بعد نوصلوك حتى لفين غادي. حرك الشخص راسه بالشكر وجلس كيحاول يتفكر حريرته وشنو طرا حتى وصلوا لهاد الحالة. آخر حاجة عقل عليها هي طوموبيل رباعية الدفع قدام الكار اللي كان جايبه. طلعت الشمس على سحر اللي كانت متكية فوق من صدر سيف وناعس. أما هو كان فاق وبدا كيبوسها في فمها حتى فيقها. واحد الشخص قال خاصك تباني في الصورة. قال له الشخص الثاني غادي يعرفني. وهو يقول الشخص الأول ما تخافيش الاختصاصي جايبينه من برا وزيادة على هاد الشي الشبه اللي بينك وبينها وعينيكم. قال الشخص الثاني إمتى هاد الشي. ابتسم الشخص الثالث وقال المباراة الجاية اللي عنده طبطب ليها على كتافها. وقال جا الوقت أختي. وفي القصر نزل كل شي كيفطر وحتى لطيفة وخا ما كتهضر مع حد. عاد نزلوا سحر وسيف وهو شادها من خسرها ونازل طيارة. وصلوا للطبلة وهي تسول سحر رقية اللي كانت كتخوي العصير. بقاو كياكلوا في صمت حتى انطق الحاج. قال خاصنا نمشي ونشوفوا سارة. وهو يقول سيف الدين ما كاين علاش في العشية غنجيبها معايا. وشاف خالة سحر وقال بغيتك. وحتى هي هزات فيه عينيها وناضت تبعاته. وفي المكتب قالت لطيفة شنو باغي. قال مراتي. قالت له لطيفة مالها. قال لي سيف الدين ما مالها والو ما عاجبنيش تعاملك معها. وهي تقول لطيفة وشنو المطلوب نخرج من الدار. قال لا غادة تصالحي معها. ناض قرب حداها وقال وغادة تهضري معها مزيان وترجعي معها كيف ما كنتي. لطيفة بغت تجاوبه وهي تيرها شي حاجة في عنقه. قربت حداه وهي كتشوف 3 ديال الخالات عنده دايرين حدا بعضياتهم. صعقات وشهقات وجلسات في الكرسي. أما سيف الدين ما فهم والو. مشى جاب ليها الماء وعطاه ليها وهو مطلع حجبه. هزات راسها كتدقق في ملامحه وكتشوف في الخالات اللي عنده. شربات الماء وإيديها كيترعدوا وخرجت في البلاصة مخلياه ما فاهم والو ولكن مهتمش. اللي مهم عنده هي سحر ما تبقاش متقلقة حيت ما كتهدرش معها لطيفة. مشى خرج من المكتب ومشى للخدمة. تلاقى بسحر وقالت له بغيت نمشي نشوف سارة وغدا تمشي معايا خالتي. وهو يقول
ما تغيبيش على عينين ليغارد وداك المهدي. الا مشيتي عنده ما كان وعدكش باللي غنتحكم في راسي وشنو غادي ندير. قالت ما غنمشيش، خنزر فيها. وقال وفي البيت عند الزهر خالتها كتقلب وكتشوف واش جاي شي حد. دخلت للدوش واخيرا لقاتها هزات خصلات من شعر سيف الدين اللي كانوا مازالين في المشطة ودارتهم في كلينكس وخباتهم في بسطامها وخرجات وهي رادة البال ليشوفها شي واحد. وكي نزلات لقات سحر كتسناها بوحدها. طلعوا مع الشيفور وموراهم جوج طوموبيلات من الدفع الرباعي ديال ليغارد. أما سيف هز حمزة معاه ومشاو لبلاصة المشروع. وفي الجبل غادة دايرة درة وجلابة ونضادر الشمس حتى دخلات لدار معزولة. تحل الباب وهي تدخل داخل عند وحدة شارفة وكلها وشام، عينيها كيخلعوا وسميتها فوزية وجلسات. قالت لها فوزية غيبة هادي، وهي تقول شريفة غير مع الوقت جيت ناخد داكشي اللي وصيتك عليه، وهي تقول فوزية هادشي ما كيتخادش، هادشي غيدار نيشان، وهي تقول شريفة أنا توكلي على الله. ابتسمت فوزية وقالت مرحبا. وفي السبيطار لطيفة قالت شحال خاصني نتسنى باش يخرجوا؟ جاوبتها الفرملية خاصكي تسنايا شوية ديال الوقت. شكرتها ومشات نيشان لعند المهدي اللي مازال كوما. أما سحر مشات عند سارة ومع الحلاد الباب مع الحلاد فمها. كان الفراش خاوي وفوق منه تليفونها صافي. دخلت سحر كتقلب في الطواليت اللي في الغرفة ولكن ما لقاتهاش، ومشات قربات التليفون وهزاته. كان نور الدين جالس وسارة قدامه مربوطة وكلها عرق وكتنين، ولكن ساد ليها فمها. نور الدين كيهضر في الفيديو وقال شوف شكون جا، غيكون سيف برا ياك، حيت ما باغيش يشوف خطو. وزاد كمل اسمعيني مزيان، اي خطوة منك لسيف ولا البوليس غادي نقتلها كيف ما قتلت ولدي وما حناتش. داكشي علاش غادا تمشي للقصر بشوية وبلا ما تخلي راجلك يشك. غتقلبي على ملف حمر، لا كان في السماء نزليه ولا كان في الارض طلعيه، المهم تلقاي وغادا تخرجيه. اصلا عندك خبرة من الهروب على ليغارد على ما عارف، غتخرجي وغتلقاي طوموبيل بيضاء كتسنهك بعيد شي شوية على القصر، غتركبي فيها وتجي. هاد الشي من هنا لربع ايام، شوفي كي تلاهي راجلك وما يخرجهاش، ولا دبري راسك. قرب موس لوجه سارة اللي كانت مرعوبة وقال إلا بغيتيها تخرج من هنا حية. هاد التليفون خليه عندك غادة تحتاجيه. سحر بالخلعة لاحت تليفون الأرض وجلسات كترعد. الدنيا دارت بيها وناضت في البلاصة كتوت. غسلات وجهها والدموع ما بغاوش يحبسوا ليها، ولكن مضطرة تقوي راسها. مسحات وجهها وخرجت. لقات خالتها جاية عندها، قالت لها مال وجهك صفرة بنتي؟ جاوبتها سحر والو غير ما نعساش مزيان. قالت لطيفة يلا نمشي وطلعي تنعسي. زادت سحر وخالتها وسحر راسها باقي دايخ غير وصلوا الباب وبان ليها سيف الدين يلا نزل من طوموبيلته وجاي عندهم. قلبها بدا كيضرب بالجهد، ما حسات براسها حتى فقدات الوعي. سيف الدين غير شافها سخفات ملامح وجهه تبدلو، غير وصل عندها وبدا كيحاول يفيق فيها وكيغوت على ليغارد باش يعلمو شي طبيبة. لطيفة بدات كتغوت وطرافها بردو عليها بالخلعة. هزها سيف رمشة عين ودخلها لداخل. احتاجت الطبيبة ودخلوها كيجريو مانعين سيف ولطيفة يدخلو. ابقاو تقريبا شي ربع ساعة كيتسناو حتى خرجات الطبيبة وطلبات من راجلها يدخل. ادخل لداخل وهي تبان ليه سحر بتكية ومعرية كرشها وكتشوف في الشاشة والدموع نازلين من عينيها. ابتسمت الدكتورة وقالت مسيو سيف المدام حاملة وثلاثة الأسابيع مبروك. سيف الدين قال كيفاش؟
قالت له الدكتورة حاملة. بقات كتعاود في ودنه كلمة حاملة، وكيتفكر نهار خرجات نفس الكلمة من فم نادية. ما لم يحط بدلو، أما ساحر بدات كتبكي حيت عرفاتو ما غيتقبلش الجنين نهائيا، وهي يستحيل تخلى عليه وكي غدير لسارة. هاد الشي كامل حطمها، وهي تقول سيف الدين شاف فيها بدون تعبير وقال لبسي حوايجك غادي نمشي. ساحر ما زادتش معاه الهضرة وما خلاش ليها أصلا في نزيل، حيت خرج وازدح الباب وخلاها كتقاد حوايجها. حتى دخلات الطبيبة وهي تقول مادام خاص كير راحة حيت الجنين مشاتش مازال بلاصتو. قالت سحر ما بغيتش الفيتامينات، وهي تقول لها الطبيبة لا ما تخافيش ما غنعطيكش فيتامينات، ولكن الراحة ضرورية ونقصي من الحركة ورجعي عندي من هنا الأسبوعين. سحر شكرتها وقادت حوايجها وخرجت، ولقات غير الجارد وصل معها حتى الباب الكلينيك برا، ولقات سيف واقف كيكمي وحده جوج قرويات طايحين في الأرض. هاد التفاصيل كاملة ردت ليهم سحر البال واستنجات معناهم. خالتها كانت جالسة في الطوموبيل ديال الجارد وملامحها كفس قاع من سيف الدين، أكيد حتى هي ما راضياش على هاد الحمل. إحساس سحر في هاد اللحظات كان من بين أسوأ الأشياء اللي تضطر تعيشهم. كتخيل كون كانت في حياة أخرى كيفاش كان هاد الخبر غيكون، أكيد مفرحها ومفرح شريك حياتها اللي تمنات يكون نيت سيف الدين. ولكن في ظروف أخرى جات تركب مع خالتها وهو يجرها سيف الدين من إيدها وركبها في طوموبيلته. وفي القصر غير وصلوا ليغارد ونزلت خالة سحر ومشات نيشان لبيتها بلا ما تهضر، وهي كتخمم في سحر اللي ما بغاتهاش تلقى نفس مصيرها قبل 30 سنة. وفي نفس الوقت بغى غير امتى يدوز الوقت باش تعرف نتائج التحليل اللي غيبدلو حياتها وحياة ناس اخرين. الا كان داكشي اللي في بالها بالصح شوية، وكان سيف الدين موصل سحر للقصر وقبل ما تنزل شدها من ايدها وقال ما تقولي لحتى واحد لداخل باللي راكي حاملة. سحر حركات راسها بآه ودخلات، لقات شريفة والحاجة جالسين، قالت السلام عليكم وطلعت لبيتها. وهي تقول الحاجة مال هادي؟ قالت لها شريفة لونها مخطوف وسيف ما دخلش معاها، ياك ما تدابزو انا غدا نطلع نشوف. حتى من خالتها ما جاتش معاهم، ياك مشاو بجوج. وفي بيت سحر جالسة مضيومة ودموعها نازلين، حتى دخلت عليها خالتها قالت لها غدا طيحيه. سحر تصدمات وقالت كيفاش؟ جاوبتها لطيفة كيف ما سمعتي. قالت سحر واش حماقيتي، باغاني نقتل ولدي بحال اللي جايبه من الزنقة. وهي تقول لطيفة أحسن تقتليه هو ولا تموتي انتي، إلا عرفوك حاملة غي خليوك تولدي ويديوه ليك من إيديك باش يعلموه قواعدهم. هاد الشيء إلا ما قتلوكش أعدائهم كيف ما صفاوها لمراتو قبل وهي حاملة. سحر مازال كتبكي وقالت لا أنا ما غداش نقتل ولدي، سيف الدين معايا وما غيخلي حتى واحد يأدينا. شريفة من ورا الباب رسمات ابتسامة ونزلت كتجري. سيف الدين مشى طاير للديبو فين كاين ناصر ورجع. وصلوا استاسيون الطوموبيل ونزل داخل بخطى بطيئة حتى وصل ليه. كانت حالته حالة بالدق الكلى. قال له سيف الدين شكون؟ ناصر هز راسه وقال شكون؟ سيف الدين ضربوا لوجهه حتى قرب يطيح هو وكرسيه وشدوه وقال شكون مصيفطك؟ ناصر ابتسم وقال تقتلني وما نقولش هادي. قال له سيف الدين وداك الشي اللي غادي يكون، ولكن قبل غتقول ليا